البدائل الحكومية الممكنة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد وضع السؤال. شكرا سيدة الرئيسة. سيدة الوزيرة، نسائلكم عن إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات ومدى توفر الحكومة على مخرجات معينة وتدابير مصاحبة لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا في مواجهة الارتفاعات المهمة لأسعار البنزين والغازوال. جواب السيدة الوزيرة المحترمة. سيدة الرئيسة المحترمة، وكنشكر الفريق الحركي على طرح هذا السؤال. أولا فيما يخص الشق المتعلق بتطوير الاستثمارات في قدرة التخزين، فكما كتعرفوا كتعمل هذه الوزارة على مواكبة القطاع وعلى تسريع كل المشاريع اللي هي متعلقة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون. ومما أننا كنواكبوا هذه القدرات الإضافية للتخزين، هذا العام في 2023 غادي نزيدوا تقريبا 13 يوم اضافي باستثمار مالي كينهز 2 مليار ديال الدرهم. وكما وضعنا واحد اللجنه ديال التخطيط مع ديال البنيه التحتيه مع وزاره التجهيز والماء مع ديال المواد الطاقيه، وبدينا الاشتغال منذ اكتوبر 2022. وكتعمل هذه اللجنه على تخطيط البنيه التحتيه اللازمه من اجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتوزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة. وبغيت نشير أيضا أن الوزارة بدأت منذ سنة 2022 واحد المقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني اللي هو شوية متجاوز. فحدثنا خلال يناير 2023 واحد اللجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية طبعا وتجمع النفطيين بالمغرب وفيدرالية الطاقية فيدرالية الطاقة وفيدرالية الأرباب ومسيري المحطات المغرب والجامعة الوطنية للأرباب ومسيري المحطات بالمغرب للتشاور لإعداد مشاريع ديال الوصول المتعلقة بالمواد البترولية. شكرا. تعقيب السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيدة الرئيسة. سيدة الوزيرة، موضوع غلاء المحروقات طرقنا له كثير داخل هذه المؤسسة، والجواب ديالكم اليوم في واد والواقع المعاش فواد اخر. غير نهار السبت لاحظنا بان كان واحد الارتفاع في الغازوال وفي البنزين. السيده الوزيره، احنا ما عرفناش واش هذاك الدعم المهني اللي عطيتوه للسائق المهنيين هو اللي غادي يحل هذه الاشكاليه. ما كنظنش غادي يكون هذاك هو الحل، راه المواطنين كيعانيوا بزاف. وكنبهكم لكل مره بان هذا الشيء راه كيهدد السلم الاجتماعي. السيده الوزيره، شنو غادي ديروا في هذا الغلاء اللي راه كتعيشوا البلاد دابا؟ الا شفتوا بان ماتيشه وصلت ل 12 درهم، بطاطا والبصله 9 دراهم، 10 دراهم، البيض 30 ريال، وراه هما المواد اللي كيعيش بهم المواطن، جوج المواطنين المغاربه هما اللي كيعيشوا بهذا الشيء. شنو غيديروا المواطنين في ظل هذا الغلاء ورمضان على الابواب؟ واللي وراه ارتفاع المحروقات كيساهم بواحد الشكل كبير في ارتفاع هذه المواد الاساسيه. مع الأسف في غياب تام للحكومة، وكذلك ومع الأسف غياب بعض النقابات اللي تخلات على الدور ديالها، راه هادشي كله أدى إلى الأمراض، ارتفاع الأمراض النفسية، الانتحار بصفة عامة، تفكك الأسر المغربية. وهادشي راه كيأثر بزاف على السلم الاجتماعي. السيدة الوزيرة، شنو غادي تقدوا ديروا لنا في ظل هذا الغلاء؟ راه الآن ومن الضروري باش الكل يتحمل المسؤولية، أنتم كحكومة وكذلك النقابات وكذلك مجلس المنافسة. حنا كنواب غادي نوصلوا صوت الشعب. شكرا السيدة النائبة المحترمة. شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضل السيد الرئيس. شكرا سيدة الوزيرة. الدراويش والمساكن في هذه البلاد، المساكين في هذه البلاد في أفق رمضان ما عارفينش شنو غيعملوا، ما عارفينش كيفاش الامور غادي تطور. للاسف الشديد نتوما كحكومه ما قدرتوش ما بغيتوش انكم ديروا التدخلات اللازمه باش هذا الارتفاع في اسعار المحروقات ينخفض، باش يتوقف، باش ما تزيدش يعني المواد الاساسيه كلها. اللحم السيده الوزيره راه اقل ما كيكلف الان 100 درهم، شكون هذا المسكين اللي مازال غادي يقدر يشري؟ شكرا السيد النائب المحترم. شكرا. هل هناك من تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ الكلمه لكم السيده الوزيره. شكرا السيده الرئيسه، وشكرا على هذا السؤال اللي كرجع
بزاف المرات على ارتفاع الاسعار ديال المحروقات وديال المواد الاساسيه ككل. فكيف ما كتعرفوا هذه الحكومه تفاعلت مع ارتفاع الاسعار ديال المواد الاساسيه والتذبذب في الاسعار ديال الاسواق في الاسواق العالميه. فاليوم كيف ما كتعرفوا هذه الوزاره بالذات تفاعلت بطريقه غير مسبوقه مع توصيات مجلس المنافسه، خصوصا في انتظار اهتمام المستثمرين ديال القطاع الخاص اللي غادي يكثروا من المنافسه في هذا القطاع. ولكن فيما يخص اسعار المحروقات بالضبط، غادي نذكركم بواحد الشق المتعلق بهاد اسعار المحروقات انه ما كيدخلش ضمن اختصاصات هاد الوزاره. وشكرا. شكرا السيده الوزيره.